اليوم بعد عام النصر عام 2017 اللي هو عام النصر، ثمان سنوات بعد هذا العام، ولحد الآن بنايات مدمرة بالكامل، دوائر حكومية مدمرة بالكامل بما فيها المدارس، وقسم من المدارس دعمت منظمات دعمت بعد التحرير، تعرف لازم يكون شيء طارئ، بنوا كرفانات وهالكرفانات غير مؤهلة ولا تصلح للاستخدام البشري، فمعرضة للحرق ومعرضة للدمار ومعرضة للخراب، وأجلكم الله عفوا قسم من المدارس حتى صحيات ما بيها، يعني صحيات الأطفال ما موجودة فيها. إحنا الناشد وزارة التربية، لأن إحنا من الناشد هي كناشطين مدنيين، الناشد داخل المحافظة نينوى يعلقون الأمر للوزارة، يقول بما أنه دائرة سيادية غير منقولة الصلاحية يعلقون الأمر للوزارة، زين أنتوا يا وزارة أنت يا مدير تربية، وكثرة تغيير الدوائر طبعا صراحة أيضا أثر على هذا الموضوع، انشغال السياسيين ومدراء الدوائر في الانتخابات ايضا اثر، حتى نكون منصفين وواقعيين، يعني كل من يجي يريد انتخابات ما يريد يجي يعمر ويبني، ايضا اثر على هذا الموضوع، فتغيير مناصب مدراء التربيه اكثر من مره، انشغالهم بالانتخابات بعدهم عن المطالب الرئيسيه والحقوقيه، وقسم من المدراء ايضا ما يطالب الوزاره، يخاف لا يغيروه او يبدلوه ويعفونه من منصبه. انا اتمنى من البلدية، أتمنى من البلدية في قابل الأيام ومن التخطيط أنه، ومن السيد المحافظ أيضا، أنه في قادم الأيام وفي الخطط المستقبلية القادمة سواء الخطط قصيرة الأمد أو طويلة الأمد، أنه يحذون حذو توسيع المدينة، توسيع شوارع المدينة، لأن نحن اليوم بحاجة إلى توسعة، البلدية تملك أموال وأموال طائلة، الحكومة الحالية مثل ما نقول بعد ما شفنا خيرها من شرها، هسه راح تجي الأموال صادق الموازنة، هم يعني خلنا نقول ظاهريا وإعلاميا وحسب الكلام أعلنوا عن مشاريع كبيرة، لكن نتمنى أن تتحقق هذه المشاريع على أرض الواقع. احنا هنا بمحافظة نينوى، الشيء اللي نريده والشيء اللي نتمناه أنه ما تكون الإصلاحات في محافظة نينوى هي إصلاحات مؤقتة أو إصلاحات كرتونية أو إصلاحات ما منها فائدة وفقط هدر بالمال العام. إحنا ليش ما نبدي بداية جيدة، بداية صحيحة؟ عندك هسه إذا تروح تفتر بالمدينة راح تشوف أكثر من منشأة حيوية، من دائرة حكومية تشوفها ما زالت مهدمة، ومأجرين إيجار غير مكان أو جايبين كرفانات وقاعدين بيها. يعني احنا ما عندنا موازنة، المبالغ اللي جاي تفوت على تدخل محافظة نينوى مبالغ ضخمة جدا، وين جاي تروح؟ تروح على هاي الكرفانات؟ احنا هنا بمحافظة نينوى تشوف الحكومات اللي جاي تستلم مو اهمها شنو، اهمها المظاهر. يعني انت عندما تجي صبغ أرصفة شوارع كذا، لكن انت اذا تفوت داخل الاحياء تشوف الاحياء احياء تعبانه جدا. يعني اللي جاي يستلمون، مع احترامي للناس النزيهين، اللي جاي يستلمون مو اكفاء في عملهم، ما جايين فتره يريدون بس يظهرون صوره من اجل الحفاظ على المنصب ومن اجل الحصول على الشعبيه من اجل الاصوات الانتخابات. احنا نتمنى من المحافظه، اداره المحافظه الحاليه ومجلس المحافظه والمحافظ، يعني ما يسرون مسرى الحكومات السابقة اللي همها فقط المظاهر واللي همها فقط الأرصفة والشوارع من أجل كسب الشعبية. احنا نريد شيء الأعمال الديمومة.